حيا عند غدا يا شيخ عامر. حياكم الله. الله حياكم. بقيت عند غدا الحين بس باقي معنا 8 ضيفا يوصلوا ونتغدى طوال. الله. من مين مولد من عجو؟ من شباب حق الجبهة. شباب أبطال أبطال. الرجل أولا. السلام عليكم. أهلاً 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 بالمناضل. يا مرحبا. حيا الله المناضل. كيف أنتم؟ لا والله. على راسك والله. الله الأبطال. لا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. كيف الدنيا؟ ورحبت يا ذاك. جيت. لا اليوم. لا اليوم والله. والله إن أنتم يعني أفضل وإنك أفضل واحد في الشرعية. كسم بلان انت يعني ان انتوا بتضحوا بروسكم على شويه ما ينفعوا ولا ما بيعلى بيد الله يحفظك. هذا واجبنا. كيف واجبك؟ ايش كم قلت لك بالجبهه؟ قبالي شهر هذا المره. شهر تحاكم والله محمد للشهر. تحاكم بالنواقص عليكم في الجبهه. تحاكم وقولوا ناقص علينا. انتوا تدوا روسكم والله ما قلتوا لهم حاجه في الجبهه. قد بيموتوا جوع والله يا اخي. سال النواقص طوله. احنا بنبشر الهدف والغايه اللي هي اكبر. صحيح. شوف 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 على الكلام. قسم بالله والله ان الواحد يقوم يحبك في راسه. لا لا خلاص سلم سلم الله يحفظك. احنا بندافع على الوطن. هذا واجبي. ما شاء الله ما شاء الله. واجب كل واحد. عيش الاخبار ذا. عيش الاخبار. والله انها طيبه الحمد لله. الحمد لله. بس عين بس انت وهذا الوطن الذي بتحاكوا عليه. الوطنيه 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 وغيرك من بالهفه الوطنيه بكلها. انت داري عين دحين انت دحين بتدي راسك وبتدي هذا والثانيين في الرياض وفي تركيا وفي ما صلوا على النبي. هذا كان ايش تشتون افعال؟ ايش سوى؟ ارجع حوذي او ما هو او لا نفلت يدخل الحوذه. قسما بالله ان معاشاتهم شهريه. ما شهريا منو شرعيه معاشاتهم شهريه. وانتوا كم يعني بتطلبوا معاشات؟ ها للموظفين حق الشرعيه. ما هو لو والله بيجي بعد 5 اشهر. انا بشوف احنا 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 ما احنا كلنا نحب الوطن. والله احنا وطنيين. واحنا اقسم بالله انا اكبر واحد اكره الحوذي. اسكسم لنا بسرك واننا رحمت اننا ظنكت من الحال. يعني كيف يعني انتم بتضحوا بروسكم والمناصب وهذا الشرع. والله انهم مظلومين. والله هؤلاء مظلومين. اخ محمد ايش فعلوا ذا الحين؟ ايش فعلوا؟ ما رايك انت؟ ما هو ايش فعلوا ذا الحين؟ يرجعوا مع الحوذاي؟ لا ما اظن هذا. لا ما يرجعوا مع الحوذاي. كان ما هو كلامكم هذا من اول؟ الحوذاي والحوذا انتم بتضحوا هؤلاء بيستلموا مرتبات. انت ما هو عملك؟ ما هو عملك انا؟ ما هو عملك؟ ما هو عملك في مارب؟ ما هو عملك؟ أنا مسؤول. أنا مسؤول إيش؟ معنا في الشرعية. الطقم هذا اللي خارج حق منو؟ معنا في الشرعية. الطقم هذا اللي جالس تلوي بقر ناس وقلقات ولا هانا حق منو؟ ما ندلك. يعني حلقت علينا حنقت معانا في غيارات. إيش وأنت والكل؟ وهذا هو في الرياضة. وهذا سيارة تحرك من الشرعية تمام؟ يعني خصمكم واحد يقول الحق. قول الحق عايش وانطل. والله إن أنتم حواذ ولا تفرق بينكم أنتم ولا حواذ الشيء. جالس تثبطوا الناس وتثبطوا الأبطاء. ايش الفرق بينك انت والحوثي؟ ايش كنت فعلت على الحوثي؟ ايش كنت فعلت من عمل ضد الحوثي؟ هي قل لي انا. والله ان والله ما قد فعلت منشور جمعه مباركه صورتي انا وعيالي في عيدكم مبارك ضيقت الحوثي ما يقطع عليه. واليوم جيت اقول للابطال هؤلاء اللي بيقاتلوا عليك وبيحموك ان انتم غرب ضغطموا وبدوبه استحوا على انفسكم. قالت انت تغنوا باسم الشرعيه. تكلموا سواء تكلموا كلمة صح. لكن يا أخ عامر. أنا والله إننا أكره الحوثي إننا أكثر من أول أكره ما أكره. ما هو دليل؟ والله إننا أكره الحوثي ولا عمري أحب الحوثي ولا عمري. اديلي دليل. أنا هربت. أنا هربت من الحوثي ولا أنا هربت. اديلي دليل. ما هو؟ اديلي دليل إنك تكره الحوثي. أنا بدو في مارك. يعني مثلاً. ما قد نزلت حتى منشور ضد الحوثي وأعمال الحوثي وجرائم الحوثي. ما قد فعلت حتى منشور. أملاكي. أملاكي. وهذا ما بتعمل. هذا قد بدي رأس الرأس. أمي وأبي وأخوتي هان. أمك وأبوك وأخوتك غيرهم غيرك بيشتغل غيرك بيقاتل وهلف في البلاد وغيرك بيناضل غيرك بيناضل وما وهو معاق مبتر مبتر. أصبر 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 أنا ما قصتش هذا الحاجات. أنا ما قصتش هذا. ما هو قصتك؟ أنا ما أقدر أتكلم على الحوثي ولا والله لا أتكلم. إذا قلت اسقلطك الله كمان. والله قد تكلم لو ماشي. إننا نتكلم أنا وواصل إننا كرهنا كرة بس ما أقدر. توي يا واصل صح تتكلم. بس ما أقدر. ما تقدر تكلم على الحوثي ولا تقدر تتكلم على صح. ما أقدر أتكلم فيه ولا. أيوة بس تتكلم على الشرعية وتتكلم على قيادة الشرعية لأنك حوثي وبتخدم الحوثي. خرجوا من بيتي. الله المستعان. خرجوا من بيتي ما حد يخدم. خرجوا علي الحرب بس قالوا لي. الله المستعان. بعد وبعد. يا عامر. خرجوا. يا عامر خلت والله ما اجي اشوف. لحظه انا خليني افهم. والله ما اجي اشوف. احنا شحوات على خلت خرجت نفسك. انت بدك تشتغل للحوثي اعظم من اللي مع الحوثي. يا عامر ما يصلح شيء كذا يا استاذ. اخوي ايش الفرق بينك انت والحوثي؟ ايش الفرق يعني في ايش؟ الحوثي بيشتغل ضد الشرعيه وانت بتشتغل ضد الشرعيه. خرجوا يلا. احنا مع الشرعيه والله. اخرجوا من بيتي ما عم شغله. خرج خرجت نفسك. خرج 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 نعم تمزح. خرج خرجت نفسك. لا نمزح.
خرج والله نحن بنمزح والله نحن خرج والله انك بتخدم الحوثي وانك حوثي اني ضحكت خرج من هنا بنت جابر ما لكم سلام خرج من هنا بس يا هذا بيضحك على شرعي هذا وهذا هذا بيضحك ما بيضحك على شرعي ما بيقول هذا بطل عاده نزل قبل امس من الجبهه هذا بيضحك ضد الحوثي وهو مع الشرعيه انت اشتخلك بتتغنى باسم شرعية لا انت مع الشرعية والله انك بتخدم الحوثي اعظم من ما بيخدمه ذي عندي انت مش هكا انت ذلحين فهمت خطأ والله انا فهمت خطأ عايش انت موظف بتمكنني انت موظف مع الدولة فقط علشان مصلحتك علشان مصلحتك ولو ترجع صنعاء والله ما حد يكلمك لانه ما قد فعلت ولا عمل ضد الحوثي خرج من بيتي خرج انت تقوم يلا خرج معي خرج خرجت نفسك خرج حرام انه ما سبب حولها هذا الحثالة لكن هؤلاء يا أخ عامر لا يمكن أنهم يهبطوا معنويات المقاتلين في الجبهة الرجال صامتين وثابتين وما بنقاتلش علشان رواتب ولا علشان شيء ونعم بكم السلام عليكم بس الخازن خلت خرجت عينك خازن بخلت خازن يا أخينا أنا والله أننا مع الشرعية والله اننا مع الشرعية واننا والله اننا نسيت اننا اسف اخرج لا اقوم اتمسى ابوك ذا الحين والله اننا اسف والله اننا مع الشرعية واننا تمسيش ابلغ ابوك ذا الحين احبسه ابوك خرج تبلغ بني ليش تبلغ بني علي الحرم لا دخلك جحيم محبوس اخضع قبالي